وأنت تدخل مقهى الحاج النووي في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، فيعود بك المشهد حتما إلى الزمن الجميل، بينما تستحضر روح الأصالة التي تأصلت في عادات وتقاليد الجهة. أحمد ابن المدينة متشبث بعبق العراقة من خلال جمع وعرض أدوات تراثية وتاريخية قديمة الضاربة جذورها في عمق الموروث الشعبي. ارتأينا أنا باش نجمع الحوايج هذو من كل مناطق وربوع الوطن بمشاركة سكان مدينة عين البيضاء وسكان ولاية المجاورة، ولاية مباقي من هنا، ولاية خنشلة، باتنا، تبسة، الناس كل شارك في هالمشروع هذا ولهم الشكر والجزيل. هنا في هالمقهى هذا توجد عدد أشياء منها تراثية ومنها قديمة جدا. على سبيل المثال هناك مصحف في عمره 213 سنة أهدي إلينا من طرف عائلة زرارة بمدينة عين البيضاء. أحمد تمكن من تحويل المقهى إلى متحف مفتوح على الإرث الشعبي بمختلف الأشكال والألوان، وكذا من الحقبة التاريخية الغابرة. والله الشعور في وانا نلم في هالحوايج هذو اكتشفت بزاف حوايج في وطني كنت ما نعرفهمش، اكتشفت بزاف تقاليد ناس كنت ما نعرفهمش، اكتشفت عرفت ناس بزاف كنت ما نعرفهمش. يعني والحمد لله مشيت في ربوع الوطن، هبطت حتى للصحراء، الأضرار، بشار، تيميمون، طلعت على الجبال تيزي وزول، جبال جيجل، جبال باتنا، جبال لوراس. يعني الحمد لله زرت مناطق بزاف وفرحان، واليومين هذا قاعد ما زلت قاعد نلم. ففي كل قطعة حكاية تروي فترة زمنية من عادات وتقاليد الأجداد برغم رياح الزوال. هنا كاين حوايج بزاف قيمين، بزاف عندهم تاريخ، لانه اي حاجه هنايا سميتها الحكايه، اي واحد يدخل هنا يتفكر حكايه، يسرد حكايه، يقص حكايه. والحمد لله رب العالمين، يعني شبابنا هنايا هو اللي شجعني باش ندير هذا المشروع. على ماذا بينا شبابنا هذا لهنا، شباب مدينه العين البيضاء، يضيء شمعه بدلا ان يعيب عن الظلام، يضيء شمعه، واي واحد عنده حاجه فيه كمشروع يبدا يبادر به ويجسده، لانه احنا محتاجين من المبادرات الايجابيه هذه بزاف. خلاص تحف ثمينة ذات قيمة تاريخية وتراثية أحمد يزيل عنها غبار النسيان، وهي تتوشح بوشاح الأصالة التي تأبى الاندثار.